الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأربعين الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أحد الأحاديث التي عليها مدار هذا الدين، وهو يدل أن الأعمال التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى لا تكون مقبولة عنده مرضية لديه إلا إذا كانت وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل كما أنه يعبد بالإخلاص فكذلك يعبد بالمتابعة لرسوله عليه الصلاة والسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، وما على الرسول إلا البلاغ، وبلغ دين الله جل وعلا على التمام والكمال، وأتم الله عز وجل به الدين، وأنزل في ذلك قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا دين إلا ما جاء به عليه الصلاة والسلام، ولا شرع إلا شرعه صلوات الله وسلامه عليه. ومن تعبد بعبادة لم تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل لا يقبلها بل يردها عليه، لأن من شرط قبول العمل موافقة الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن عمل عملا غير موافق لهديه صلوات الله وسلامه عليه فهو مردود على صاحبه. والحديث أصل في رد البدع كلها، وأن البدع كلها ضلالات، وأن البدع كلها ضلالات لا يقبلها الله عز وجل من عامليها ولا من محدثيها، بل هي مردودة عليها، وهم لا يؤجرون بل يؤزرون على تخليهم عن الحق والهدى الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمسكهم بالأهواء والبدع والضلالات. نعم. قال شيخنا العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى في شرح الحديث في كتابه فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين، قال: أولا، هذا الحديث أصل في وزن الأعمال الظاهرة، وأنه لا يعتد بها إلا إذا كانت موافقة للشرع، كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات أصل في الأعمال الباطنة، وأن كل عمل يتقرب فيه إلى الله لا بد أن يكون خالصا لله وأن يكون معتبرا بنيته. تقدم معنا في أول حديث أورده النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وعرفنا هناك أن هذا الحديث
أصل في وزن الأعمال، إذ إن الأعمال توزن في ضوء هذا الأصل، فإذا كانت النية صحيحة خالصة لله تبارك وتعالى كان ذلك سببا للقبول، وإذا كانت ليست كذلك رد العمل. ولهذا قال الله في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فكما أن ذاك الحديث أصل في وزن الأعمال باعتبار الباطن وهو القلب وما ينبغي أن يكون عليه من الإخلاص للمعبود، فإن هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها يعد أصلا في وزن الأعمال الظاهرة، بأن الواجب على العامل أن يزن أعماله في ضوء الشرع، بحيث لا يعبد الله ولا يتقرب إليه سبحانه وتعالى إلا بما شرع، فإن فعل ذلك قبل عمله، وإن لم يفعل ذلك رد عمله، لأن من شرط قبول العمل أن يكون موافقا لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، كما أن من شرط قبول العمل أن يكون خالصا لله جل وعلا، فهما شرطان لا قبول لأي عمل من الأعمال إلا بهما الإخلاص، ودل عليه حديث إنما الأعمال بالنيات والمتابعة، ودل عليه حديث عائشة رضي الله عنها. وقد جمع الله عز وجل بين هذين الشرطين في الآية الأخيرة من سورة الكهف، قوله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم. ثانيا، إذا فعلت العبادات كالوضوء والغسل من الجنابة والصلاة وغير ذلك، إذا فعلت على خلاف الشرع فإنها تكون مردودة على صاحبها غير معتبرة، وأن المأخوذ بالعقد الفاسد يجب رده على صاحبه ولا يملك. ويدل لذلك قصة العسيف الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه: أما الوليدة والغنم فرد عليك، رواه البخاري ومسلم. من فوائد هذا الحديث ودلالاته أن العبادات التي هي الصلاة والصيام والوضوء والغسل وغير ذلك من العبادات، إذا فعلت على خلاف الشرع، على خلاف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنها ترد، فلا يقبل الله عز وجل وضوءا ولا غسلا ولا صلاة ولا صياما ولا حجا ولا غير ذلك من الطاعات إلا إذا كان وفق الشرع. فإذا وقعت العبادة على خلاف الشرع ردت، لأنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكذلك في باب المعاملات، فإن العقود الفاسدة التي بنيت على مخالفة للشريعة فإنها أيضا فعلها أو عقدها على خلاف الشرع بعقود فاسدة يوجب رد ذلك، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا من فوائد الحديث أن العبادات التي تأتي من عامليها وأصحابها على وفق الشرع وخلافه فهي ترد على أصحابها ولا تقبل منهم، وكذلك العقود، فما يؤخذ بعقد فاسد يرد. ومما يدل على ذلك قصة العسيف، والعسيف كان خادما، ومعنى العسيف هي الأجير،
كان خادما عند رجل ثم إنه زنى بامرأته ثم قيل له إن على ابنك الرجم، فدفع لزوج المرأة، وكل منهما على جهل بالشرع وبدين الله جل وعلا في هذا الباب، فدفع لزوج المرأة 100 شاة ووليدة، دفع له 100 شاة ووليدة يفدي بها ولده من الرجم، لأنه قيل له إن على ولدك الرجم، ففداه. هذه الفدية التي دفعت 100 شاة ووليدة دفعت لزوج المرأة المزني بها من قبل هذا الأجير والعسيف، هذا مبني على أمر فاسد وعلى شيء ليس من شرع الله ولا من دينه تبارك وتعالى. ثم إن الرجل سأل مرة أخرى فقيل إن ابنك ليس عليه الرجم لأنه غير محصن، بل عليه جلد 100 جلدة وتغريب عام. فرجع يطالب بالدية التي دفعها للزوج، ثم تحاكموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والقصة في الصحيحين من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قال إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي، أي أن أبدأ بالحديث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه 100 شاة ووليدة. فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني الجلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد. وهذا موضع الشاهد: الغنيمة أو نعم الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. نعم. ثالثا: ويدل الحديث على أن من ابتدع بدعة ليس لها أصل في الشرع فهي مردودة وصاحبها مستحق للوعيد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة: من أحدث فيها حدث أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رواه البخاري ومسلم. مما يدل عليه هذا الحديث أن من أحدث في الدين ما ليس منه، ابتدع أمرا لا أصل له في الدين ولا أساس، فإنه رد، ومعنى رد أي مردود عليه، وليس الأمر منتهيا عند هذا الحد، بمعنى أنه مردود عليه عمله ثم يصبح في هذه القضية لا له ولا عليه، لا له أجر ولا عليه وزر. ليس هكذا، ليس هذا المراد بقوله فهو رد، بل إن العمل يرد
والعامل يؤزر ولا يؤجر، لأن البدعة أخطر من المعصية، فيؤزر عليها ولا يؤجر. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في المدينة: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فهو يدل أن صاحب البدعة إضافة إلى كون بدعته ترد عليه ولا تقبل منه، فإنه يعاقب ويحاسب على إحداثه في الدين. وإذا كان هذا الحدث الذي أحدثه في الدين اقتصر هو على فعله، فإنه يأثم ويعاقب على فعله هذا الأمر المحدث في دين الله. وإذا أضاف إلى ذلك بأن أصبح قدوة للآخرين في هذا الحدث فأخذوه عنه وتلقوه منه، حمل مع وزره أوزارهم، لقوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ومن دعا إلى ضلالة فعليه إثمها وإثم من عمل بها، لا ينقص ذلك من آثامهم شيء. نعم. رابعا، الرواية الثانية التي عند مسلم أعم من الرواية التي في الصحيحين، لأنها تشمل من عمل البدعة سواء كان هو المحدث لها أو مسبوقا إلى إحداثها وتابع من أحدثها. حديث عائشة رضي الله عنها له روايتان، إحداهما اتفق على إخراجها البخاري ومسلم، ولفظها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والثانية انفرد بإخراجها مسلم ولفظها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذه الرواية التي انفرد بإخراجها مسلم رحمه الله هي أعم من الرواية التي اتفق على إخراجها الشيخان، لأنها تشمل من عمل البدعة، بينما الرواية الأولى المتفق عليها من أحدث في أمرنا هذا هي في من أحدث البدعة، قال: من أحدث في أمرنا هذا. لكن الرواية الثانية التي عند مسلم قال: من عمل، فيتشمل المحدث الذي عمل ببدعته وحدثه، وتشمل أيضا الذين اتبعوه في بدعته ولو لم يكونوا هم الذين أحدثوا هذا الأمر. فهي رواية أعم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا يفيد أن البدعة مردودة سواء أحدثها الإنسان بنفسه أو أحدثت له فعملها. نعم. خامسا، معنى قوله في الحديث رد، أي مردود عليه، وهو من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، مثل خلق بمعنى مخلوق، ونسخ بمعنى منسوخ، والمعنى فهو باطل غير معتد به. ثم قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فهو رد. رد هذه اللفظة مصدر للفعل رد، يرد ردا، فهو مصدر. وقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أطلق هنا المصدر وأراد اسم المفعول، أطلق المصدر وأراد اسم المفعول، فمعنى قوله فهو رد أي مردود، معنى قوله
فورد أي مردود غير مقبول. نظير ذلك خلق، يعني إطلاق هذه اللفظة بمعنى المخلوق، هذا خلق الله أي مخلوق الله جل وعلا الذي خلقه سبحانه وتعالى وأوجده، فيأتي أحيانا اسم المصدر ويراد به اسم المفعول، يأتي المصدر ويراد به اسم المفعول. فقوله فهو رد أي مردود على صاحبه. وأيضا نظير ذلك نسخ بمعنى منسوخ. ومعنى قوله فهو رد أي مردود على صاحبه غير مقبول منه، أي باطل، فهو عمل باطل غير معتبر ولا معتد به ولا مقبول عند الله تبارك وتعالى. نعم. سادسا، لا يدخل تحت الحديث ما كان من المصالح في حفظ الدين أو موصولا إلى فهمه ومعرفته أو موصلا إلى فهمه ومعرفته، كجمع القرآن في المصاحف وتدوين علوم اللغة والنحو وغير ذلك. من الأمور التي ينبغي أن تعلم هنا أن الأمور التي هي المصالح المرسلة ليست داخلة في هذا الحديث، في قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لأن الحديث يتعلق بالأمور التي يفعلها الإنسان ويتقرب بها إلى الله جل وعلا ويتعبد بها لله جل وعلا، ولا أصل لها في الشريعة، لا أصل لها في الشريعة، بأن يحدث عبادة أو قربة أو ذكرا أو نوعا من الطاعات يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به، فهذا مردود على صاحبه غير مقبول منه. أما الأمور التي هي فيها مصالح للعباد، فيها مصالح للعباد وتدخل تحت أصول عامة في الشريعة وقواعد كلية في هذا الدين ولا تخالف أصول الدين أو قواعده، فهذه لا يشملها الحديث. ومن ذلكم جمع القرآن في المصاحف وجمع العلم في الكتب والمؤلفات وتصنيف الكتب، استخدام الوسائل الحديثة لإبلاغ الدين وإلقاء العلم مثل مكبرات الصوت والوسائل، وسائل النقل مثل المذياع وغير ذلك، هذه كلها داخلة في المصالح، ولا يقال إن فعل شيء من ذلك حدث في الدين، لأن الحدث في دين الله تبارك وتعالى هو إنشاء عبادة أو قربة أو شرع لم يأذن به الله. أما هذه الأشياء الداخلة في عمومات الأدلة وكليات الدين وهي من المصالح والمنافع العامة فلا يشملها الحديث ولا يتناولها. نعم. سابعا، الحديث يدل بإطلاقه على رد كل عمل مخالف للشرع ولو كان قصد صاحبه حسنا، ويدل عليه قصة الصحابي الذي ذبح أضحيته قبل صلاة العيد وقال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، رواه البخاري ومسلم. مما يدل عليه هذا الحديث بإطلاقه في قوله فهو رد أن العمل الذي لا يوافق الشرع يرد على صاحبه ولو كانت نيته حسنة، ولو كانت نيته حسنة ولو كان قصده طيبا. فالنية الحسنة والقصد الطيب لا يشفع للإنسان في قبول عمله إن كان عمله مخالفا للشرع، لأنه كما أن من شرط قبول العمل الإخلاص في النية فإن من شرطه كذلك الموافقة للسنة، فإذا اختل الشرطان
أو أحدهما رد العمل على صاحبه، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. فنص رحمه الله تعالى على أن العمل الخالص إن لم يكن صوابا لم يقبل، وأن العمل الصواب إن لم يكن خالصا لم يقبل. والحديث بإطلاقه يدل على هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص صريحا على أن العمل الغير موافق لهديه وسنته صلوات الله وسلامه عليه بأنه مردود على صاحبه غير مقبول منه. وعرفنا فيما سبق أن أحوال الناس من حيث الإخلاص والمتابعة ينقسمون إلى أربعة أقسام: الأول من أخلص وتابع، وهذا هو الذي يقبل منه عمله، والثاني من أخلص ولم يتابع فلا يقبل منه عمله، والثالث من تابع ولم يخلص وهذا أيضا لا يقبل منه عمله، والرابع من لم يتابع ولم يخلص وهذا لا يقبل منه عمله، بل لا يقبل الله سبحانه وتعالى عمل العامل إلا إذا كان خالصا للمعبود موافقا لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ومما يدل أن حسن النية وطيب المقصد لا يشفع للإنسان في قبول العمل القصة التي رواها الإمام البخاري رحمه الله لأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عيد الأضحى. فبنية طيبة وقصد حسن من هذا الصحابي ذبح أضحيته قبل الصلاة، وقدر في نفسه أن هذا اليوم يوم أكل وشرب، فقال: أسارعنا في هذا الخير، وأذبح الأضحية قبل الصلاة. وفعلا ذبح أضحيته قبل الصلاة وأكل منها قبل أن يصلي، وأطعم أهله وأطعم جيرانه قبل الصلاة. فعل ذلك بنية طيبة ليس بنية فاسدة، وبقصد حسن وليس بقصد سيء، أراد أن يسارع إلى هذا الخير وأن يبادر له من أول هذا اليوم الذي هو يوم أكل وشرب، فذبح أضحيته قبل الصلاة وأكل منها وأطعم أهله وأطعم جيرانه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: شاتك شات لحم، أي ليست أضحية، شاتك شات لحم أي ليست أضحية. فلم يشفع لهذا الصحابي حسن قصده في قبول أضحيته، لم تقبل منه هذه الشات كأضحية في ذلك اليوم. فقال له عليه الصلاة والسلام: شاتك شات لحم، أي ليست أضحية. بل جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر من ذبح قبل الصلاة أن يذبح بدلها بعد الصلاة، لأن الذبح الذي يكون قبل صلاة العيد ذبح قبل الوقت، وهذا خلاف السنة. ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي لا يقبل. ولهذا لا يعتذر الإنسان لنفسه بفعل البدع أو المحدثات أو الأمور المخالفة للسنة، لا يعتذر لنفسه بأن يقول: أنا نيتي طيبة، وأنا ما قصدي إلا الخير، وأنا ما أردت إلا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لا يعتذر لنفسه بهذا العذر. وكثيرا ما يعتذر أصحاب البدع لأنفسهم بمثل هذا العذر، يقول: وهل أردنا إلا الخير، وهل أردنا إلا ذكر الله. مثل ما جرى أن أحد السلف رأى رجلا يتنفل بعد صلاة العصر،
يتنفل بعد صلاة العصر فنهاه، قال ليس هذا وقت صلاة. فغضب الرجل قال تنهاني عن الصلاة والله يقول أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ قال أنا لا أنهاك عن الصلاة ولكن أنهاك عن البدعة، لأن الإنسان عندما يفعل العمل المشروع في وقت نهي هذا مخالف، حتى لو كان قصده طيبا ونيته طيبة وفعله صلاة لكنه يرد عليه. فقال أنا لا أنهاك عن الصلاة وإنما أنهاك عن البدعة. مثل هذا بعض الناس إذا كان يذكر الله على صفة محدثة وينهى عن ذلك ويبين له خطأ يغضب، يقول تنهون الناس عن الذكر، ذكر الله، من ينهى عن ذكر الله؟ تصدون عن ذكر الله؟ مثل هذه الكلمات. ولهذا جاء في سنن الدارمي أن ابن مسعود وقف على نفر في المسجد وعليهم رجل قائم وبين أيديهم حصى، فيقول لهم سبحوا 100، فيقولون بصوت واحد سبحان الله سبحان الله سبحان الله 100 مرة ويعدونها بالحصى الذي أمامهم، ثم يقول لهم كبروا 100 فيكبرون 100 وهكذا. فوقف عليهم ابن مسعود رضي الله عنه وقال كلاما معناه عجبا لكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هذه آنية النبي صلى الله عليه وسلم لم تكسر وثيابه لم تبلى وصحابته متوافرون ومع ذلك تدخلون في هذه الأمور المحدثة. إذا كان قال ذلك في ذاك الوقت فماذا يقال في هذا الزمان المتأخر؟ ثم قال لهم أما إنكم جئتم ببدعة ظلمة أو فقتم أصحاب محمد علما، اختاروا أحد الأمرين، إما أنكم مفتتحوا باب ضلالة أو أنكم على ملة أهدى من ملة أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. لماذا قال ذلك؟ لأن العمل الذي يفعلونه ليس عليه عمل الصحابة، وما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لن يكون دينا إلى أن تقوم الساعة، كما قال ذلك مالك رحمه الله. فبماذا اعتذروا؟ قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، واسأل كثيرا من أهل البدع عن بدعهم التي يمارسونها، لما يفعلونها؟ يقولون والله ما أردنا إلا الخير. فكون الإنسان نيته طيبة وإنما أراد الخير هذا لا يشفع له في قبول عمله، لا بد مع إرادة الخير أن يكون العمل موافقا لسنة إمام الخير عليه الصلاة والسلام. فقال لهم ابن مسعود رضي الله عنه وهل كل من أراد الخير أدركه؟ أي ليس كل من يريد الخير يدرك الخير، بل لا يدرك الخير إلا من يلزم نفسه بالاتباع للرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. حديث هذا الشيخ في رد البدعة الحسنة ذكرت. هذا الحديث من فوائده الرد على من يقول إن في الدين بدعة حسنة، فيه رد على من يقول إن في الدين بدعة حسنة، وهذه مقالة خاطئة وغير صحيحة، يردها هذا الحديث وأيضا يردها أحاديث كثيرة، بل يردها القرآن الكريم، لأن الله سبحانه وتعالى قال
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين قد تم وكمل، أي مجال بعد ذلك أن يضاف فيه؟ وقد نص الله تبارك وتعالى على تمامه وكماله، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فدين تم وكمل، أي مجال بعد ذلك لأن يزاد فيه؟ ولهذا استنادا لهذه الآية الكريمة قال الإمام مالك رحمه الله: من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون اليوم دينا ولن يكون دينا إلى أن تقوم الساعة. أورده الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتصام. فالقول في أن في الدين بدعة حسنة هذا مخالف لقوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بل صح عنه عليه الصلاة والسلام في غير حديث أنه قال: كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، وكل من صيغ العموم لم يستثني عليه الصلاة والسلام، قال: كل بدعة ضلالة. فكيف يقال إن في الدين بدع حسنة ولو كان هذا العموم على غير ظاهره أو على غير عمومه لقيده النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما قيد الحديث الآخر قال: كل أمتي يدخلون الجنة. هذا الأمر ليس على عمومه، هذه الكلية ليست على عمومها بل لها استثناءات، فلم يبقي العموم على عمومه، لما كان فيه استثناء قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. بينما في هذا الحديث قال: كل بدعة ضلالة، ولم يستثني. لو كان في الأمر استثناء لاستثناه الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام كما استثنى في الحديث الآخر، ولكان قال: كل بدعة ضلالة إلا بدعة كانت حسنة أو بدعة في أمر طيب فلا بأس بها. لم يستثني عليه الصلاة والسلام، قال: كل بدعة ضلالة. لكن في الحديث الآخر لما كان فيه استثناء استثنى، قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فمن أبى فقد أبى. وأيضا في هذا الحديث حديث عائشة دليل لذلك، قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لم يستثني عليه الصلاة والسلام. ولهذا البدع كلها ضلالة. وأنت أيها المسلم إذا قلت كل بدعة ضلالة قلت كلاما ولفظا قاله من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لفظه عليه الصلاة والسلام. فإذا قلت كل بدعة ضلالة حتى وإن غضب منك من يغضب قلت كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو قلت في الدين بدعة حسنة قلت كلاما لا دليل عليه، لا دليل عليه، بل هو مصادم للأدلة، وفي الوقت نفسه تكون قد فتحت لنفسك ولغيرك باب الدخول في ظلمات البدع والعياذ بالله. نعم. ثامنا: هذا الحديث يدل بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود، ويدل بمفهومه
على أن كل عمل ليس عليه أمره ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود. والمعنى أن من كان عمله جاريا تحت أحكام الشرع موافقا لها فهو مقبول، ومن كان خارجا عن ذلك فهو مردود. هذا الحديث له منطوق وله مفهوم. منطوق الحديث أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود، هذا منطوق الحديث، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومفهوم الحديث أن كل عمل عليه أمر الشارع فهو غير مردود. فالحديث له منطوق وله مفهوم. ومفهوم الحديث أن الأعمال التي هي موافقة لأمر الشارع فهي مقبولة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا المنطوق. والمفهوم من عمل عملا عليه أمرنا فهو مقبول، فهو مقبول وليس مردودا على صاحبه. نعم. تاسعا، مما يستفاد من الحديث: أولا، تحريم الابتداع في الدين. الثاني، أن العمل المبني على بدعة مردود على صاحبه. ثالثا، أن النهي يقتضي الفساد. رابعا، أن العمل الصالح إذا أتي به على غير الوجه المشروع كالتنفل في وقت النهي بغير سبب وصيام يوم العيد ونحو ذلك فإنه باطل لا يعتد به. خامسا، أن حكم الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس عليه أمرنا. سادسا، أن الصلح الفاسد باطل والمأخوذ عليه مستحق الرد كما في حديث العسيف. نعم. يسأل بعض الإخوة يا شيخ عن الأناشيد الإسلامية الآن، يقولون أنها من الوسائل. هذه تكلم عليها أهل العلم وبينوا أن ذلك ليس من الوسائل الدعوية المشروعة، لأن الله عز وجل قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبصيرة هي العلم والنور الذي كان عليه صلوات الله وسلامه عليه، ولا يعرف إطلاقا أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يدعون الناس بمثل هذه الأناشيد، بل هذه الأناشيد هي في الحقيقة وسيلة لهو ومتعة ألصقها من ألصقها بالدين وأدخلوها كنوع من أنواع القربات أو أبواب الجذب للناس. ومثل هذه الأمور دخلت عن طريق الطرقية، والطرقية اشتهروا بأمرين كما ذكر ذلك ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس. اشتهروا بأمرين: الأمر الأول إظهار الزهادة والتقشف والتقلل من الدنيا، والجانب الآخر الاشتغال بالأناشيد والطبل ونحو ذلك من الأشياء الجذابة الممتعة. قال: فجذبوا بهذا طرفين من الناس، جذبوا الصالحين ومحبي الخير بما هم عليه من الزهادة والتقشف والتقلل من الدنيا، وأيضا جذبوا أهل اللهو بما هم عليه من لهو وطبل، لأن هذه الأشياء ممتعة وفيها نوع من اللهو والمتعة،
فصاحب الله أيضا يميل إلى ذلك ويقبل عليه، فيأتي ليكون هذا من جملة لهوه ومن جملة الأمور التي يستمتع بها. فمن هذا الطريق دخلت، ولهذا بعض أصحاب الطرق وضعوا لها قوانين، وضعوا لها ضوابط، وضعوا أيضا لمجالس الأناشيد والرقص والطبل وضعوا لها آداب، وعدوا هذه الآداب من جملة آداب الشريعة، وكتبت هذه الآداب في بعض الكتب المشهورة، كتبت بعض هذه الآداب في بعض الكتب المشهورة، تجد يعني في بعض تلك الكتب يقول باب آداب الرقص، في كتب في ألفت في الدين، في إحياء الدين كتبت، فيضع عنوان مثلا باب آداب الرقص، آداب الرقص، ثم يعدد من الآداب، يقول من آداب الرقص أن الشيخ إذا رقص وسقطت عمامته وهو يرقص، من الأدب أن جميع التلاميذ يخلعون عمائمهم. أزيدكم من الآداب ولا يكفي واحد؟ أعطيكم واحد ثاني. يقول ومن الآداب لو أن الشيخ اشتد به الوجد من شدة الرقص ومزق ثوبه، قال ليس من الأدب أن يبقى التلميذ وعليه ثوبه، بل يخلع ثوبه أدبا مراعاة لحال الشيخ. وزاد أيضا آداب أخرى لمجالس الرقص، وهذه يعدونها من جملة الدين، يعدونها من جملة الدين، ويقولون إن الأناشيد أكثر تأثيرا من القرآن وأنفع للقلوب من القرآن، ويذكرون أدلة سقيمة تدل على رقة الدين والعياذ بالله، لأن الأناشيد كذا ولأن الأناشيد كذا، وهذه يكتبونها في كتب ألفت في إحياء الدين، ألفت في إحياء الدين الإسلامي، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. هناك شيخ بعض الإشكالات مثل حديث بعض الإخوة ذكروه، حديث من سن في الإسلام سنة حسنة، أيضا قول عمر نعم البدعة هي، كيف الإجابة على من يقول إن في الدين بدعة حسنة؟ ذهب يتلمس في بعض الأدلة وفهم منها ما لا تدل عليه، ومن ذلكم قول النبي عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. فقالوا قوله من سن في الإسلام سنة حسنة هذا دليل على مشروعية أو على صحة البدعة الحسنة والقول بالبدعة الحسنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سن في الإسلام سنة حسنة. وهذا الحديث له قصة، وهي أنه عليه الصلاة والسلام دعا أصحابه يوما إلى النفقة والصدقة، فقام أحد الصحابة وجاء بمال كثير يثقل عليه حمله، فوضعه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رأى الناس هذا الصنيع انهالوا يتصدقون، فقال عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة. والقصة توضح لك الحديث، لأن هذه السنة التي فعل هذا الصحابي ليس أمرا في الدين أحدثه، بل الصدقة دعا إليها النبي عليه الصلاة والسلام في المجلس نفسه ورغب فيها، فجاء بماله وبادر وضعه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال على إثر ذلك صلوات الله وسلامه عليه من سن في الإسلام سنة حسنة. فيكون معنى الحديث واضح، أن الإنسان إذا أحيا في الناس سنة ثابتة، إما جهلها الناس أو قصروا فيها أو فرطوا أو تهاونوا أو غير ذلك، فأحيا السنة بينهم،
فيتناوله الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة. أما الذي يحدث في الدين ما ليس منه ويعمل عملا ليس من دين الله لا يدخل تحت قوله من سن في الإسلام سنة حسنة، بل يدخل تحت قوله في تمام الحديث ومن سن في الإسلام سنة سيئة. ومن أين لنا أن عرفنا أن البدعة سيئة؟ من عموم قوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، ولم يستثني عليه الصلاة والسلام. فالذي يسن في الناس بدعة هذا يدخل في القسم الثاني من الحديث في قوله من سن في الإسلام سنة سيئة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال كل بدعة ضلالة، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكذلك قول الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، عندما جمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح بعد أن كانوا أوزاعا متفرقين جمعهم على إمام واحد وصاروا جماعة واحدة في المسجد، فلما رآهم فرح وقال نعمة البدعة هذه. فما هذا الذي فعله عمر رضي الله عنه؟ هل هو إحداث في الدين، إحداث شيء في الدين، أو أحدث في الدين ما ليس منه، أم أنه أحيى سنة صحيحة ثابتة عن رسول الله؟ والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه صلى بالناس التراويح جماعة في المسجد 3 ليالي، ثم في الليلة الرابعة لم يخرج، ولما سألوه قال خشيت أن تفترض عليكم، قال ما منعني من ذلك إلا خشية أن تفترض عليكم. فالذي فعله عمر رضي الله عنه هو سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحدث في الدين رضي الله عنه وأرضاه ما ليس منه. وقوله نعمة البدعة هذه بدعة لغوية ليست شرعية، وحاشاه رضي الله عنه أن يحدث في دين الله ما ليس من الدين، وهم أحرص الناس على السنة وأبعدهم عن البدعة. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. كأن المناسب يؤجل. والله هذا. ها؟ في أسئلة مهمة أيضا. نؤجل الكلام عليه إلى الغد إن شاء الله.